طبابة مع سعيد حنتوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا مستمعي إذاعة ألف ألف الكرام، وما كنتم في حلقات جديدة من برنامجكم الطبي طبابة. أسبوع جديد وإن شاء الله يكون مفيد لكم من خلال هذه الحلقات اللي بنقدمها يوميا على إذاعة ألف ألف. برنامجكم طبابة دائما يستضيف أطباء متخصصين في مختلف المجالات لمناقشة المواضيع اللي تهمكم و حابين تجاوبوا على استفساراتكم وأسئلتكم المختلفة فيما يتعلق بالمواضيع اللي بتقترحوها ونطرحها في هذه الحلقات. فمرحبا فيكم في هذه الحلقة الأولى من بداية هذا الأسبوع، وإن شاء الله تكون حلقة خفيفة ظريفة وجميلة عليكم. اليوم حلقتنا حتكون عن الجمال، وحنناقش محاور مختلفة فيما يتعلق بالجمال ونظرة النظرة الطبية الصحيحة لموضوع الجمال. كيف يرى الأخصائي المختص في الجمال بصفة عامة، كيف يرى المعيار المناسب لك أنت أن تكون جميل؟ إيش الأشياء اللي أنت تحتاجها تسويها عشان تظهر جميل، وإيش الأشياء اللي تتجنبها عشان لا تبالغ في موضوع الجمال؟ فهذا الموضوع حيكون إن شاء الله هو حديثنا مع ضيفتنا اليوم. خلونا نرحب فيها، الدكتورة فيان بكر. حياك الله أخصائية الجلدية والتجميل والليزر، حياك الله دكتورة. حياك الله يا أستاذ سعيد، وأنا متشرفة طبعا جدا بالوجود معاك ومع مستمعينا الكرام في ألف ألف، وإن شاء الله نحاول نقدم معلومات بسيطة سهلة عن التجميل وكل ما يخص عالم التجميل فيه. أكيد دكتورة بتواجدك إن شاء الله حنطرح هذا الموضوع ونستفيد منه إن شاء الله. بس قبل أي حاجة دائما أذكر المستمعين الكرام في بداية الحلقة بأرقام التواصل اللي حاب يسأل يستفسر أو يطرح يعني فكرة ونجاوب عليها أكيد مع الدكتورة فيان. فخلوني أذكر لكم أرقام التواصل، الهاتف الأول 011-21-78-585، الهاتف الثاني 012-616-1100. رسالتك النصية عن طريق موبايلي 66-3-1 أو عن طريق زين 70-13-13 أو عن طريق STC 85-10-40. حسابات التواصل كمان الخاصة بالإذاعة ALIF FM، طبعا هذه في الانستغرام وفي تويتر، فاللي حاب يطرح سؤاله في البوست الأخير في حساب الإذاعة تقدر تطرح سؤالك وأنا حقراها بدوري للدكتورة وحجاوبك إن شاء الله على سؤالك. بداية أسبوع فاعذرونا كذا شوي الواحد. نرحب فيك من جديد دكتورة، وخلينا نبدأ بداية عن موضوع الجمال. يعني خلينا نبدأ بأول حاجة اللي هو موضوع البشرة، جمال البشرة من وجهة نظر طبية، كيف تشوفي الجمال المثالي فيما يتعلق دكتورة بجمال البشرة؟ سؤالك الأول يحترم جدا يا أستاذ سعيد، وأنا دايما بحب أبدأ بيه لو أنا هتكلم عن عالم التجميل عامة. يعني إيه الأول بشرة جميلة، أو أنا كسيدة في البيت أعرف يعني إيه بشرة جميلة؟ البشرة الجميلة لازم تكون رقم واحد بشرة نظيفة، رقم اتنين تكون بشرة خالية من المشاكل، رقم تلاتة تكون بشرة نضرة. هنمسك نقطة نقطة ونحاول إحنا نعرفها ونعلم إزاي مستمعاتنا الكرام يعرفوها علشان تعرف فيها إزاي تتعامل بعد كده في عالم التجميل. ممتاز. أولا يعني إيه بشرة نظيفة؟ أنا لازم كل فترة أعمل يا سيدة الجميلة تنظيف لبشرتي، ودايما بأنصح بالبشرة التنظيف اللي هو العميق، بس دايما نصيحتي ليكو إن إحنا نعمله دايما في العيادات الطبية وليس في البيوتي سنتر، نظرا لكذا سبب. أولا طبعا تعقيم الأدوات، الأشخاص اللي بينفذوا لك عملية التنظيف دي لازم يكون ناس تحت تدريب وتحت إشراف طبي مميز، دي رقم واحد. رقم اتنين البشرة تكون خالية من المشاكل زي التصبغات، زي المسام الواسعة، وزي التجاعيد التعبيرية اللي ممكن تظهر معانا مع ظروف العمر أو الشغل أو الدوامات اللي احنا موجودين فيها. رقم تلاتة نضارة البشرة،
نضارة البشرة دي دايما بسمعها كل يوم عندنا في العيادات، انا دايما حاسة ان بشرتي باهتة، انا دايما حاسة ان بشرتي مش منورة، دايما حاسة فيها وفيها وفيها. امتى اعرف بشرتي نضرة وامتى ما اعرفش؟ النضارة دايما لازم تبدأ منك انت في البيت. ازاي؟ اهم حاجة تهتم بيها هي صحتك الشخصية. ما ينفعش اكون انا عندي مشاكل صحية بشتكي منها وبعد كده اقول لا انا عندي بشرة مش نضرة. بمعنى مثلا مثال بسيط جدا، فيتامين د نقصه منتشر جدا جدا حاليا في الفترة اللي احنا موجودين. صحيح. لازم اعالج نقص فيتامين د وبالتالي هيرد على بشرتي. نقص مثلا الحديد، تمام، الحاجات دي كلها لازم لو انا عندي مشكلة داخلية اصلحها الاول وبعد كده ابدا في تفكير في ان انا اعمل نضارة بشرة. دي نمبر 1. نمبر 2، لازم كمان اعمل اهتمام اللي هي العناية اليومية في البيت. دايما العناية اليومية تبدأ من غسول يناسب بشرتي، تونر يناسب بشرتي، وبعد كده الحاجات اللي تيجي زي فيتامين سي، هايلورونيك أسيد اللي دايما تديني نضارة لبشرتي. رقم 3، يجي دور عيادات التجميل كجلسات نضارة. من فضلكم، من فضلكم نصيحة مني ليكم، من فضلكم ما تسعوش ورا جلسات النضارة في العيادات قبل ما أكون أنا بهتم في البيت بنضارة بشرتي. تمام. ده ملخص بسيط يعني إيه بشرة نضرة، يعني إيه بشرة صحية. ممتاز. طيب دكتورة، أبغى أركز على نقطة أنت ذكرتيها، موضوع الفرق بين العيادات المتخصصة في يعني التجميل بصفة عامة وبين اللي هي خلينا نسميها المشاغل أو البيوتي سنتر. بالضبط. فالفرق بينهم أنه هذول أشخاص متخصصين أخذوا العلم يعني خلينا نقول نظري وتطبيقي، وهذول أشخاص يعني ممكن بيمارسوها كمهارة لكن ما هي مضمونة 100%. لا خالص خالص، أولا مش مضمونة لأن هم مش عارفين هم بيشتغلوا إزاي على أي أساس. الأدوات مش معقمة، وللأسف يعني هي لو مش تحت إشراف صحي للأسف بنشوف منهم مشاكل كتير 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 رهيبة، وكمان للأسف بيعملوا دعاية للشركات أو بيعملوا دعاية للمنتجات وبيبيعوها بأسعار مبالغ فيها جدا، غير طبية نهائي وغير تحت إشراف طبي منها. وهذه نقطة لازم نركز فيها جماعة، موضوع انتبه تنخدع بالدعاية. دائما احرص على المواضيع هذه لأنه هي سلامتك وصحتك قبل أي حاجة، فحاول أنه دائما تأخذ يعني الشيء المضمون اللي فيه سلامة لصحتك وفي أكيد ثقة، يعني بتروح العيادة المتخصصة يعني هم أشخاص درسوا أكاديميا وبالتالي بالتطبيق يعني، فهم جمعوا بين الاثنتين وأكيد شغلهم حيكون نظيف جدا. طيب دكتور، بس كمان أبغى أتكلم عن نقطة قبل ما نطلع الفاصل، موضوع الأساسيات، يعني إيش الشيء اللي أنا أبدأ فيه كشخص أبغى أحافظ على بشرتي؟ في حاجات أكيد تيجي أساسية أول حاجة، بعدين نبدأ نتفرع وندخل في الأمور. بالضبط كده، إحنا أول حاجة زي ما اتفقنا رقم 1 لازم أكون بشرتي نظيفة، لازم سواء كان رجال أو سيدات لازم دايما أحافظ على نظافة بشرتي، ودي أنا نصحت بيها بجلسات التنظيف اللي هي كل شهرين، التنظيف العميق للبشرة. ممتاز. دي رقم 1. رقم 2، العناية اليومية في البيت من استخدام الغسول، التونر، الواقي الشمسي يوميا، وإحنا ونسبين مع استعمال كريمات أو سيرامات بتحتوي على فيتامين سي أو هيلورونيك أسيد للنضارة. رقم 3، إن أنا أحافظ على نضارة بشرتي من حين لآخر في العيادات بعمل جلسات للنضارة، ودي من وقت لآخر نقدر نعملها كل شهرين أو 3 شهور. موضوع كمان الفيتامين ده اللي ذكرتيه دكتورة، كيف ممكن نحن نقدر نتحصل عليه؟ على ازاي ان احنا ناخد فيتامين د؟ احنا المفروض ان احنا كل فتره بنعمل زي تشيك اب على نفسنا، مش بس فيتامين د، على كل الفيتامينات الموجوده. صحيح. بالظبط. فاحنا كل المفروض 3 شهور بنعمل تشيك اب تحاليل للجسم كامل ونشوف ايه المعدل اللي موجود، ايه المعدل اللي ناقص عندي، وابتدي اتابع مع الدكتور المختص ليه واخد الفيتامين القليله ده. الفيتامينات بصفه عامه لها تاثير قوي جدا على جدا 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 على الصحه العامه، على نضاره البشره وجمالها. وفي مالتي فيتامين بتبقى موجوده، المفروض ان انا لو المعدلات الطبيعية بتاعتي كلها كويسة بيبقى في حاجة اسمها وقاية أو بيبقى اسمها عناية أنا بجسمي بقدر أستخدمها كبسول كل يوم، ده لنضارة البشرة وحيويتها، بس ما بنصحش بيها إلا بعد ما عمل التحاليل اللي هي تشيك أب اللي احنا قلنا عليها الأول. ممتاز جدا. طيب أبغى أذكر المستمعين الكرام قبل ما نطلع الفاصل بأرقام التواصل للمشاركة معنا، هاتف البرنامج الأول 011-7-8-5-8-5 والرقم الثاني 012-6-1-6-1-1-0-0، أو تقدر تشاركنا من خلال رسائل نصية عن طريق طرح سؤالك واستفسارك أكيد SCC 85-10-40 زين 70-13-13 موبايلي 66-3-1.
وكما ذكرت لكم في بداية الحلقة عن حسابات التواصل، يليه تسووا لها فولو حساب الإذاعة في تويتر والإنستغرام. تقدر تكتب بدون ما أقول لكم يعني بالإنجليزي، فتقدر تكتب بالعربي إذاعة ألف ألف، حتطلع لك أول حاجة، ودخل سوي فولو وروح لآخر بوست اكتب تحتها سؤالك أو استفسارك، والأكيد أنه أنا حطرح هذا السؤال على سعادة الدكتورة فيان بكر أخصائية الجلدية والتجميل والليزر اللي شرفتنا اليوم، وبطبيعة الحال حتجاوبك عن سؤالك واستفسارك. يعني كذا خلينا نقول أنه أنت بتاخذ استشارة طبية ببلاش. يلا خلونا نطلع هذا الفاصل القصير، وأكيد حنرجع نكمل إن شاء الله معاكم حلقتنا عن التجميل ما بين الطبيعي والمبالغة. ويا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين الكرام في هذا الحلقة المميزة مع الدكتورة فيان بكر أخصائية الجلدية والتجميل والليزر، وحديثنا اليوم عن التجميل ما بين الطبيعي والمبالغة. دائما يا جماعة يعني بعض الأشخاص لما نشوفه كذا يقول هذا جمال ومبالغ فيه، وبعض الأشخاص سبحان الله يعني بنقول هذا طبيعي، فالفرق دائما بيكون واضح. وكيف نعرف أنه واضح ومبالغ؟ هنتعرف عليه أكيد في ثنايا هذه الحلقة. طيب قبل ما نكمل دكتورة محاور حلقتنا، بس أبغى نجاوب على هذا السؤال. طيب قبل ما نأخذ السؤال نأخذ هذا الاتصال. مين معانا؟ ألو، أهلين تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. مين معانا؟ محمد بشارك. حياك الله محمد، تفضلي. بس قفلي صوت الراديو إذا سمحتي. بكلم الدكتورة. تفضلي معك يا أم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كم المعدل الطبيعي حق فيتامين دال وحديد؟ عيوني حاضر، عيوني حاضر. طيب هتسمع الإجابة محمد. تفضلي دكتورة، كم المعدل الطبيعي؟ أكيد الفيتامين ديل دايما بنقول أعلى من 30، من ده المعدل الطبيعي بتاعه المفروض يكون عندنا الأعلى من 30، ده بيكون المعدل الطبيعي. لو أنا من 10 ل 30 أبتدي أقلق وأبتدي أدور إن أنا أخد الفيتامين ديل كسبلمنت. بالنسبة بقى للحديد، في حاجة مهمة جدا كنت عايزة أنوه عليها. إحنا كنا قبل كده طبيا بنعتمد على صورة الدم السي بي سي العادية في إن إحنا نشخص إن إحنا عندنا فقر دم أو لا، ولكن مع تطور الدراسات والعلم إحنا ممكن نجي نلاقي الهيموجلوبين اللي كنا بنعمله في صورة الدم العادية وزن نورمال في الطبيعي، ولكن مخزون الحديد اللي موجود في جسمنا هو اللي قليل جدا، وده للأسف بيرتبط جدا بتساقط الشعر، بيرتبط أكتر كمان بيه زي ما احنا بنقول بهتان البشرة. فدايما من فضلكم لما نيجي نعمل صورة الدم العادية لازم نعمل معها كمان ما يسمى بمخزون الحديد أو اللي بنسميه السيرام فيرجين. ده مهم جدا، معدله لازم يكون يوصل معايا أنا كأخصائية تجميل لمعدل 75 فيما فوق. هو 75 مش طبيعي، يعني هو في المعدل الوسط، الطبيعي بتاعه بيبدأ من أول 9 إلى 130، إنما أنا بتكلم عليه الطبيعي أنا معدله معايا كأخصائية تجميل علشان يكون البشرة صحية والشعر صحي 75 ميلي جرام فيما فوق. ممتاز. طيب في سؤال وردنا عن طريق تويتر حساب الإذاعة، يسأل طبعا الأخ الكريم مودي يقول يا دكتور هل يؤثر نقص فيتامين B12 على البشرة؟ طبعا، هو احنا زي ما اتفقنا اي نقص فيتامين موجود في جسمنا هيأثر علينا بشكل مباشر وغير مباشر. فيتامين B12 من العناصر المهمة جدا جدا لنضارة البشرة وليه الهالات السوداء حوالين العين وليه حاجة اسمها التهابات ما حول الفم، فدي مهمة جدا ان احنا دايما نتابع برضو ما نقص فيتامين. وعلى فكرة فيتامين B12 من الفيتامينات اللي هي السهل ان انا اعوضها لان هي موجودة في معظم الأطعمة بتاعتنا الصحية. فلذلك دايما أنا بنصح بالأطعمة الصحية وكتر الفاكهة وشرب المية باستمرار والبعد عن الفاست فود. إحنا ممكن نظبط المعدلات الطبيعية بتاع الفيتامين اللي موجودة معنا بشكل صحي من يومنا العادي. ممتاز. اتصال كمان معنا. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. ممكن أسأل الدكتورة بالنسبة للرجل، بشرة الرجل يعني الأشياء الفيلر والأشياء ما يحتاجها طبيعي بالعادة يعني هذه الأشياء، لكن وش الأشياء المهمة
لصحة بشرة الوجه للرجل يعني. تمام، سؤال مهم جدا. طبعا بشكر حضرتك على السؤال. بالنسبة للرجال زي ما أنا اتفضلت قبل كده وقلت لا، يعني هو إحنا ممكن ندخل عالم التجميل زي السيدات بأن أنا أحسن مثلا من تجاعيد موجودة عندي، وخاصة مع الرجال اللي دايما بيتعاملوا بشكل مستمر مع كاستمرز، يعني مثلا هقول زي مضيفين الطيران، زي مثلا عملاء البنوك أو الكلام ده. بس لو أنا مش حابب أدخل في القصة دي فما عنديش مشكلة فيها. ممكن نقتصر على فكرة أن البشرة تكون نظيفة جدا، وده اللي أنا بنصح حضرتك بيه زي ما اتفقنا أن احنا كل فترة نعمل تنظيف عميق للبشرة. رقم 2، أهتم بالعناية اليومية بتاعتي من استخدام الغسول التونر اللي يناسب بشرة حضرتك، وما استعمال واقي الشمس. الرجال بالذات دايما بيهتموا أن ما يبانش شكل الكريم على بشرتهم، ففي واقيات شمس بيكون خالية من اللون اللي هو الأبيض أو بنسميه، هي بتسيب طبقة على طبقة البشرة، تقدر حضرتك تستعمله أنت خارج ما يبانش عليك نهائي أن أنت حاطط واقي شمس. رقم 3، والمهم، أن أنت حضرتك تقدر تعمل جلسات النضارة بشكل بسيط في العيادات التجميلية، زي مثلا جلسات البلازما، زي جلسات الماء الملكي أو العناية اللي هي الطبيعية اللي تدي لحضرتك بشرة نادرة بعيدة عن البوتوكس أو الفيلر. ممتاز. طب خلينا الآن ننتقل دكتورة لمحورنا الثاني، نتكلم عن أحدث التقنيات الخاصة بالتجميل. تمام، أنا بس في نقطة عايزة أنصح بيها الأول مستمعاتنا الكرام، وطبعا مستمعينا عشان ما حدش يزعل مننا من الرجال. بالنسبة للطبيعة أو هو محور أو عنوان الحلقة بتاعتنا الرئيسية هي التجميل ما بين المبالغة وما بين الحقيقة. من فضلكم من فضلكم دايما ما نسعيش ورا دعاية السوشيال ميديا، ورا الانستجرام، ورا ورا ورا. او الحاجة التانية المهمة ان انا ما اجيبش صورة ممثلة مثلا او مشهور معين ومن فضلك يا دكتورة اعمليني زيها. في فرق كبير جدا في تقسيمة البشرة ما بين كل واحدة والتانية. احنا ممكن نكون اخوات في بيت واحد، ولكن كل واحد فينا ليه تقسيمة معينة. انا بشرتي صغيرة، انا بشرتي كبيرة، فدي فرق كبير. ان ازاي اتعامل مع حجم البشرة مع حجم الوجه هو ده اللي هيفرضه عليا طبيب التجميل وليس حضرتك. ده مهم ليه؟ لانك انت عايزة تطلعي بلوكك الطبيعي الناتشورال اللي احنا متواجدنا عليه. مش عايزة اكون كوبي وبيست. التجميل مش كوبي وبيست يا جماعة. انا مش هكون شبه الممثلة دي، مش هكون شبه الممثل ده علشان انا بعمل نفس التقنيات اللي هو بيعمله. هو عمله علشان هو الدنيا بالنسبة له كويسة متناسبة مع بشرته، بلس ان هو حياته دايما عشان مشهور متعرض للسوشيال ميديا لازم يظهر بلوك معين غير حياتنا احنا. فمن فضلكم ما نسعيش وراء ان احنا نكون تقليد، احنا نسعى ان احنا نوصل بالتجميل الى الناتشورال لوك بتاعنا. بالنسبة لأحدث التقنيات اللي كنا بنتكلم عنها، طبعا كلنا عارفين البوتوكس الفيلر وخيوط شد البشرة أو عموما أجهزة شد البشرة. أنا فهمت بسيط سريع، هحاول أبسط المعلومة يعني إيه بوتوكس، يعني إيه فيلر، وإمتى استخدمه وإمتى ما استخدمهوش. البوتوكس هو عبارة عن مادة سائلة إحنا بنستخدمها لإزالة التجاعيد التعبيرية اللي هي بتظهر أثناء الكلام والحركة، يعني مثلا زي تجاعيد الجبهة، التجاعيد اللي موجودة ما بين الحاجبين، التجاعيد بتاع الضحكة. دي بتفرد البشرة، بتدينا نضارة بسيطة، وفي نفس الوقت هي ليست للتعبئة، هي فقط مادة علشان تعمل ارتخاء بسيط في العضلة عشان تضيع التجاعيد التعبيرية. ده البوتوكس. الفيلر ده عبارة عن مادة تعبئة زي مادة جيلاتينية، زي الجيلي بالضبط اللي موجودة عندنا في البيت كده. ده مادة تعبئة فكرتها هي تملى فراغات بدأت تحصل مع تقدم العمر، أو مثلا مع الناس اللي بتعمل تكميم وبدأت تخس بشكل واضح في بشرتها. فدي فكرتها هي بتعمل تعبئة للأماكن زي ملء خدود، زي ملء خط الابتسامة، زي تعريض الفك. بالنسبة لأجهزة شد البشرة أو عموما شد البشرة، هي فكرتها بتعتمد على تحفيز الكولاجين اللي موجود الطبيعي في بشرتنا، وبالتالي بتساعد على أن البشرة ترجع مشدودة ونادرة، وتمنع تهدل البشرة مع تقدم العمر. جميل. الخيوط، الخيوط هي نفس الفكرة لشد البشرة، ولكنها هي تقنية شوية مش قادرة أقول إن هي يعني صعبة عشان ما حدش يزعل مننا، يعني هي بسيطة، مدتها في العيادة 20 دقيقة، ولكن بتدي نتيجة أفضل بكتير من الأجهزة، لأن هي بتبقى جلسة واحدة وبيكتفي بها المراجعة عندنا أو المتابعة بتاعتنا بس. ممتاز. طيب عندنا اتصال هاتفي، تفضل. أوكي. طيب تقدر ترجع تتصل علينا، وكمان مستمعين كرام يتصلوا ويسألوا ويستفسروا عن ما في بالكم من أسئلة للدكتورة فيان بكر ضيفتنا اليوم من خلال رقم التواصل التالي، الهاتف الأول 011-21-78-585. وعندك كمان الرقم الثاني في حال أنه الأول كان مشغول، الرقم الثاني 012-61-61-100.
الرسائل النصية كمان تقدر من خلالها تطرح سؤالك STC 85 10 40 أو زين 70 13 13 أو موبايلي 66 3 0 1. جميل جدا. طيب خلونا ناخذ كمان هذا الاتصال. تفضل. مين معانا؟ أوفا. أهلين تفضلي. حاب أسأل الدكتور. ليه تسمعك الدكتور تفضلي. سمعت الدكتور. أنا بشرتي حقيقي أحيانا بتكون جافة. تمام. مهما استخدمت يعني من كريمات ما يفيدني في البشرة. حضرتك بتشربي مية كتير؟ يعني مرة بس ما أشرب مية. تمام. لكن بغيت الدكتورة تنصحيني بأي كريم يعني معين يعني مناسب للبشرة جافة. حضرتك استخدمتي قبل كده كريمات ترطيب؟ كيف؟ حضرتك استخدمتي قبل كده كريمات ترطيب؟ أنا في بعض الكريمات استخدمتها بس إنها ما فادتني حاليا. تمام تمام. وهل يعني موية الورد تقول إنها يعني مناسبة للبشرة، هل هذا صحيح؟ تمام حاضر. من أنا يعطيك العافية. يعطيك يا حبيبي. طيب تفضلي دكتورة. سؤالها كويس جدا. الجفاف البشرة من المشاكل اللي بتقابل متابعات كتيرة معنا، بس دايما نصيحتي ليهم في الأول إن أنا أهتم بالترطيب الداخلي. لازم حضرتك تشربي مية كتير جدا في معدل من 3-4 لتر يوميا. كلنا بنشرب مية، بس هي الفكرة أنا قد إيه الكمية اللي بشربها، وخاصة مع أصحاب البشرة الجافة لازم يزودوا معدل المية عن الطبيعي. يعني إحنا مثلا لو الطبيعي بتاع نشرب 3-4، لا حضرتك ممكن تزودي كمان. دي رقم واحد ومهمة جدا. الترطيب الداخلي مهم جدا لترطيب البشرة. رقم اتنين، بالنسبة لاستخدام كريمات الترطيب، لو حضرتك شكلك بتعاني بشكل يعني كبير جدا من موضوع جفاف البشرة، أنصحك باستخدام كريمات ترطيب للبشرة الجافة، تلاقيها مكتوبة على البراند كده، وتستخدمي نوعين مع بعض، بلاش تستخدمي نوع واحد علشان تحس نتيجة أفضل في وقت قصير. يبقى هنستخدم كريم صباح وكريم ليل، الاتنين هيكونوا ترطيبات بس في من براندات مختلفة عشان تحس نتيجة أسرع. بالنسبة للسؤال الثالث اللي حضرتك سألتيه عن التونر أو مية الورد، مية الورد على فكرة من الحاجات الحلوة جدا للبشرة، وإحنا بنسميها كأخصائيات تجميل تونر طبيعي. يعني لو حضرتك مش قادرة تشتري تونر من الصيدليات، تقدري تعملي مية الورد تونر طبيعي في البيت. ممتاز. اتصال هاتفي كمان معانا. اهلا وسهلا. بغيت بس اسال مكان العياده، موقع العياده وش اسم العياده اللي الدكتوره فيها. وشكرا. عيوني تحت امر حضرتك. موجوده في مجمع دكتور سعيد الطبي في حي النسيم مقابل السلام مول. تحت امر حضرتك، تشرفنا. جميل. طيب خلوني كمان قبل ما نطلع للفاصل اذكركم للي حاب يشاركنا ان شاء الله بعد الفاصل بارقام التواصل. هاتف الاول 0112 1785585، الرقم الثاني 0122 616 1100. والرسائل النصية كمان عن طريق STC 85 10 40 أو زين 70 13 13 أو موبايلي 66 3 0 1. ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالإذاعة في تويتر وإنستغرام تقدر من خلالها تطرح سؤالك في آخر تغريدة وآخر صورة في الانستغرام، اكتب السؤال تحته وحنجاوبك اكيد. نطلع هذا الفاصل قصير، ناخذ فيه انفاسنا ونشرب موية كذا، ونرجع اكيد نكمل حلقتنا مع الدكتورة فيان بكر اخصائية الجلدية والتجميل والليزر، وعنوان حلقتنا اليوم التجميل ما بين الطبيعي والمبالغة. يا وسهلا فيكم الجديد مستمعينا الكرام، رجعنا لكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم برنامج طبابة. حديثنا اليوم نذكر فيه عن التجميل ما بين الطبيعي والمبالغة. تحدثنا عن كثير من المحاور، ولسه احنا نتحدث ان شاء الله عن محاور مختلفة، لكن قبل كذا خلينا ناخذ هذا الاتصال اول. الو. الو. اهلين تفضلي. سؤالي للدكتورة الفيلر، إذا حطيته ومثلا هل يبغاله صيانة وكيف تقدر تسوني، وإذا ما عجبني هل أقدر أتخلص منه؟ تمام تمام تمام. تجمي جابتك الآن، تفضل دكتورة.
طيب الفيلر كويس ان حضرتك، بس انا هبدا الاجابه شويه من السؤال الاخير للسؤال الاول. الفيلر قبل كده كان عندنا نوعين بنسميه فيلر دائم وفيلر مؤقت. الفيلر الدائم كانت عباره عن ماده بنحقنها في البشره وكانت بتفضل دائمه موجوده معانا، ما كناش نقدر نعمل فوقها اي تقنيات تانية، وللاسف دي كانت مضره جدا بالصحه وكانت بتعمل مشاكل كتير جدا. لذلك وزاره الصحه في جميع انحاء البلاد كلها توقفت الماده دي. رقم 2 الفيلر اللي هو المؤقت اللي احنا بنستخدمه دلوقتي، وهي ماده بنسميها الهايلورونيك اسيد. الماده دي موجوده اصلا طبيعي في بشرتنا عندنا وعند كل الناس. فكرتها ان هي بتساعد في تكوين روابط الكولاجين اللي موجوده عندنا، وبالتالي بتدي تعبئه في البشره. حضرتك بتسالي سؤال مهم، انا لو عملت فيلر عايزه احافظ عليه ازاي، وازاي احافظ عليه؟ اهم حاجه واهم اهم نقطه في موضوع الفيلر ان انا دايما اشرب ميه كتير. الفيلر بيحب الميه علشان يفضل متجانس مع حضرتك في البشره. رقم 2 يفضل دايما بعد السيشن لما حضرتك بتعمليها ما نعملش احنا مساج او ما نحركش الفيلر في مكانه بمعنى اصح. رقم 3 الابتعاد عن التدخين او عن اي نوع من وسائل التدخين عموما سواء باي شكل منها يعني. رقم 4 ونقطة مهمة بس عايزة أكد عليها بالذات في استخدام البوتوكس والفيلر، المدة. احنا دايما بنتكلم عن مدة البوتوكس والفيلر، هي هتقعد معايا قد ايه، 6 شهور ولا سنة، وليه أنا أختي عملتها وقعدت معايا كده وليه أنا عملتها وراحت مني بسرعة. رقم 1 في إن المدة بتاعتنا بالطول أو لأ، وده برضو يرجع لسؤال حضرتك اللي أنا زي أصونه، المدة بتاعتي إمتى تعتمد عليها كده؟ اول حاجه احنا لازم نعرفها نوع الماده اللي حضرتك بتستخدميها ايه. لازم تكون براند كويس، ولازم يكون طبعا مترخص من وزاره الصحه بشكل مهم جدا النقطه دي. رقم 1. رقم 2 طبعا مهاره الطبيب اللي حضرتك بتحقني عنده، علشان كل ما حقنتي في المكان الصح كل ما وصلتي انت للنتيجه اللي انت محتاجاها. رقم 3 واهم نقطه هي بتعتمد على البيشنت اللي عندي او المراجعه اللي عندي. ازاي؟ طبيعة عمل حضرتك، يعني أنا أكيد لو بتعامل مع واحدة عندها دوام، واحدة عندها شغل باستمرار، عندها ستريس، ده هيخلي الفيلر يتكسر منها بسرعة، بيقعد معها في حدود 4 شهور. غير ما يكون عندي مثلا كاستمر تانية مش بتشتغل، ما فيهاش ظروف ضغط حياة، ما فيهاش حاجة، ده بيطول معها جدا، بيقعد معها في حدود السنة. رقم 4 ومهم جدا، في حاجة اسمها معدل حرق الجسم. احنا عندنا في الجسم عندنا حاجة اسمها معدل حرق، بحرق الطاقة قد ايه اللي موجود عندي. كل ما كان معدل الحرق عالي كل ما كانت المواد دي مش هتقعد مع حضرتك فترة اطول، نضطر نكررها تاني. بس نصيحتي لحضرتك مهمة جدا ان احنا لا يكرر حقن الفيلر والبوتوكس الا لما المفعول يروح نهائي تماما من الجسم. يعني على سبيل المثال البوتوكس بياخد 6 شهور، بنبتدي نحس ان من الشهر الخامس يفك معانا وتبدأ التجاعيد ترجع تاني. بس ما بنصحش ان انا احقن دلوقتي، انصح لما التجاعيد كلها تكون ظهرت تاني، بحيث ان يكون مفعول المادة اختفى نهائي من جسمي، وبالتالي لما اكررها تاني يكون النتيجة افضل من الاول بكتير. يا سلام، جميل جدا. إذن وضحنا بشكل كبير جدا كل ما يتعلق عن سؤال المتصلة. الآن بس بسألك كمان سؤال ثاني. طبعا أحد الإخوة الكرام اللي سأل هذا السؤال يقول إنه عنده حبوب أو خلينا نقول بشرة دهنية، تمام، فكيف من الممكن يعني يقدر يعالج هذا الموضوع؟ تمام، بالنسبة للحبوب اللي موجودة في بشرة دهنية هنتكلم على إن هي حب شباب. حب شباب منه 3 أنواع، يا إما المتوسط أو البسيط أو المتوسط أو العميق. ده طبعا اللي هيحدده الدرجة بتاعته هو الطبيب معاك. بس عموما هتكلم في نبذة بسيطة عن الحبوب اللي موجودة. هي ممكن تكون نوعين، يا إما حبوب ملتهبة حمراء، يا إما عبارة عن بثور بيضة وسمراء. البثور البيضة أو البثور السوداء دي بتبقى حلها الوحيد تنظيف البشرة العميق. اما بالنسبه للحبوب الحمراء الملتهبه فانا بانصحه ان هو يتوجه احسن لعياده علشان يتم تحديد العلاج المناسب لبشرته. ممتاز. طيب فيما يتعلق بالتجميل دكتوره، هل التجميل يرتبط بالعمر؟ يعني اذا انا مثلا لازم اكبر في السن شويه عشان اسوي عمليه تجميل، او انه لا يعني خلاص متاح للجميع؟ ايش رايك انت يا دكتوره؟ تمام، سؤال رائع جدا جدا جدا، لان ده بنساله تقريبا كل يوم في العيادات. هل انا عشان عمري لسه صغير 25 26 سنه المفروض ما احقنش بوتوكس؟ يعني ايه احقن بوتوكس دلوقتي لسه صغير؟ امال لما اكبر هعمل ايه؟ حاليا ظروف الضغط بتاع الحياه والشغل والعمل بدات تظهر على بشرتنا للاسف التجاعيد بشكل بقى واضح جدا. فالتجميل او تقنيات التجميل دلوقتي ما عادتش مرتبطه نهائي بالعمر. كل ما كان حضرتك في مشكله موجوده في بشرتك ظهور التجاعيد، فمن فضلك اعمليها قبل ما تبقى التجاعيد دي ثابته وواضحه في بشرتك، زي مثلا بشره جدودنا الكبار بتلاقيها دايما التجاعيد باينه فيها وظاهره. في الوقت ده مش حدش فينا هيقدر يعمل لك حاجه.
احيانا بيجي لنا ما شاء الله بقى اعمار متقدمه 40 و50 سنه وبشرتها تماما خاليه من التجاعيد، فدلوقتي ما اقدرش اعمل لها اي حاجه. يبقى اذا تقنيات التجميل ليست مرتبطه نهائيا باي عمر. فاذا الطبيبه اللي حضرتك بتثقي فيها رحت لها ولقيتي هي بتنصحك ان انت تعملي التقنيه دلوقتي، فاكيد هي رايها صح، لان زي ما اتفقنا ان هو تقنيات التجميل اصبحت غير مرتبطه نهائيا باي عمر. ممتاز. طيب اخذنا هذه المعلومه المهمه، واكيد الان الناس صار عندها اطلاع ومعرفه عن هذه المعلومه. تحتاج احيانا انه انت تكون صغير في السن، لكن تحتاج احيانا بعض الامور نظرا لظروف العمل. زي ما انا بقول لحضرتك مش لازم ظروف العمل كمان، ممكن ما يكونش مثلا في عمل، ولكن مثلا ظروف الاستريس اللي هو فيها الحياه بلاش لا ده ولا ده. امثل بسيط تاني التكميم. في ناس جدا بيبقى وزنهم عالي تمام والبشره بتبقى مليانه، ولما بيعمل عمليه التجميل بيحصل ايه؟ فقدان في الوزن بشكل كبير جدا، بيحصل ان البشره بتفقد كتير كتير من الدهون بتاعتها، وبالتالي بيدي شكل اكبر من عمره بكتير، وهو بيكون عنده اوريدي 30-35 سنه. ففي الوقت ده عشان انا اعوض الفقدان اللي حصل هستخدم عمليات التجميل او تقنيات التجميل. ممتاز. طيب بس أذكر برقم التواصل، هاتف البرنامج الأول 0112178585، الرقم الثاني 0126161100. رسالتك النصية عن طريق السي سي 85 10 40، أو زين 70 13 13، أو موبايلي 66 3 1. وكمان حسابات التواصل الخاصة بالإذاعة في تويتر وإنستغرام، اطرح سؤالك وحنجاوبك إن شاء الله. طيب دكتورة، بتكلم الآن عن موضوع ممكن مش كثير لكن في بعض الناس بيكون موجود عنده، موضوع الندوب بتظهر أحيانا من حوادث بتصير للناس، فأبغى يعني إجابة عن هذا الموضوع. هل من الممكن معالجة الندوب عند الناس يعني بصفة عامة؟ تمام. الندبات سواء كان زي ما حضرتك بتقول بعض آثار أو بعض حب شباب أو بعض العنجز مثلا، فيه آثار أو ندبات بتظهر في الجسم. فكرة الندبة هو عبارة عن تكون تليفات في الجلد بتظهر في شكل شبكة. أنا عشان أبتدي أتعامل مع الشبكة دي لازم أعمل زي تكسير فيها. دي ممكن أستخدم لها إيه؟ ممكن أستخدم لها الليزر، ممكن أستخدم لها الدرمابين عشان تحسن كتير من الندبات. ولكن خلينا نتفق في الأول وفي الآخر إن طالما الكولاجين اللي عندي اتكسر وتكون مكانه شبكة، صعب إن أنا أرجعه لي الناتشورال لوك بتاعه. فده معنى كلامي إيه في الآخر؟ إن هي بتتحسن وليست لها حل نهائي في الندبات. تمام. طيب في بالنسبة من ضمن الأسئلة كمان البوتكس والفيلر، يعني أعتقد أنه بتعمل نفس الوظيفة ولا لا يا دكتورة؟ لا، هنرجع تاني نصححها شوية، في اختلاف كبير. هي البوتوكس زي ما احنا اتكلمنا هو بيعالج تجاعيد تعبيرية. يعني ايه؟ يعني انا لما بتكلم وعبر ببشرتي هتلاقيها بيظهر عليا تجاعيد، زي مثلا ارفع الحواجب عندي فتلاقي تظهر تجاعيد في الجبهة، لما حد بيتعصب بيظهر ما بين الحواجب في علامات اللي هي التكشير او التعصيب، الضحكة لما بنيجي نظهر بيظهر فيها. فهو ده حله الوحيد ان هو يعمل البوتوكس، لان هي دي فكرته ان هو مادة سائلة مش للتعبئة. أيوة. ولكن هي فكرتها ان هي بتعمل ارتخاء للعضلة وبالتالي تدي جبهة مشدودة. بالنسبة للفيلر زي ما احنا اتكلمنا عكسه تماما، هو مادة للتعبئة بتدي امتلاء، وبالتالي ممكن اعمل فيها امتلاء للوجنات، امتلاء للشفايف، تعديل استقامة الانف، ممكن استخدمها كمان في اللي هو تحديد الفك او تحديد رسمة الوجه. في نقطة كمان مهمة كنت بس عايزة أرجع لها للبوتوكس، وهو استخدام البوتوكس في فرط التعرق. في مشكلة كتير بتقابلنا مع بعض المتابعين بالذات الرجال نتيجة الاسترس كده، اللي هو حاجة اسمها فرط التعرق سواء في كف الإيد أو القدم أو تحت الإبط. البوتوكس من التقنيات الجميلة جدا في علاج المشكلة دي، وبتريح قد إيه المراجع عندنا، بتديله يعني راحة نفسية بشكل كان ممكن يبقى مقرقه موضوع فرط التعرق. في نقطة كمان في البوتوكس مهمة جدا، ودي تقنية حديثة قوي في استخدام البوتوكس بنسميها مايكرو بوتوكس. المايكرو بوتوكس ده ممكن استخدمه في علاج المسام الواسعة. المسام الواسعة دي مشكلة بتعاني منها تقريبا 90% يمكن أكتر كمان من 90% من مراجعاتنا. فكرة ان انا عايزة اعمل تسكير للمسام، من التقنيات الجميلة برضو اللي بستعملها منها هو حاجة اسمها استخدام المايكرو بوتوكس، بيتحقن بطريقة معينة في المسام نفسها وبتعمل على تضييقها. بس خلينا نتفق برضو تاني معلومة مهمة، هي ان المسام ليس لها حل نهائي، ولكن بيبقى الحلول دي مرضية بشكل كبير جدا.
جميل. دكتورة لو رجعنا للتاريخ نشوف أنه عملية التجميل ظهرت أيام هيروشيما بسبب الصواريخ اللي ضربت اليابان في هذيك الفترة، فكان في كثير من الأشخاص تشوهوا يعني كشكليا، فظهرت عملية التجميل وبدأ الناس يستخدمونها زي ما تقول يعني معالجة الضرر اللي بيحصل. الآن صرنا بشوف لا يعني في ناس بقيت مبالغة، صار فيها مبالغة. فأبغى أخذ رأيك ونظرتك في هذا الموضوع. بعض الأشخاص اللي بيستخدموها بطرق سلبية، إيش رأيك في هذا الموضوع من وجهة نظر طبية؟ أكيد ده مهم جدا زي ما احنا اتفقنا. التجميل احنا لما اكتشفناه لحل مشاكل بتظهر معنا مع تقدم العمر، مع مثلا حوادث، مع فإحنا التجميل أساسه في الأول وفي الآخر هو إن أنا أرجع تاني للناتشورال لوك بتاعتي، وليس إن أنا أدي بشكل مبالغ فيه. وزي ما رجعنا تاني إن إحنا لو أنا هعمل الشكل المبالغ أو إن أنا هكون شبه فلان أو شبه ممثلة فلانة، يبقى أنا إذن دلوقتي مفيش فروق ما بيننا، يبقى إحنا بالضبط. وده اللي أنا كنت بقوله في أول الحلقة خالص، كوبي وبس. صحيح. فمن فضلكم دايما نميل الى الناتشورال لوك بتاعنا الطبيعي على ان احنا نعمله اكتر، وهو الاجمل ترى. هو الاجمل طبعا. جميل جدا. طيب الان حان موعد فاصلنا، فحنطلع هذا الفاصل الاخير ونرجع ان شاء الله نعطيكم نصائح كذا ختاميه فيما يتعلق بموضوعنا التجميل ما بين الطبيعي والمبالغه، مع سعاده الدكتوره فيان بكر اخصائيه الجلديه والتجميل والليزر. ويا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين الكرام، جئنا لكم في هذه الحلقة عن التجميل ما بين الطبيعي والمبالغة. وذكرنا يمكن قبل الفاصل أنه يا جماعة دائما صحيح نحرص على الجمال، لأنه الآن يعني جمالنا يعبر عن شخصيتنا زي ما نقول دائما، لكن ما نكون يعني أوفر زي ما نقول، خلونا الوسط يعني. ودائما منظرك هو الطبيعي اللي ربك خلقه، يعني هو الجميل. ترى أحيانا تحتاج بعض التحسينات نعم، لكن ملامحك الأصلية أنا دائما أنصح أنه ما حد يغير فيها، لأنه هو الجمال الطبيعي اللي ربك خلقه. طيب دكتورة خلينا نتكلم الآن عن موضوع بعض الأشخاص اللي بيعملوا عمليات تجميل فبيتركوها فترة طويلة، فهل يعني بعد إجرائي لهذه العملية هل يتطلب أنه أنا باستمرار أسوي عمليات يعني تجميلية بين فترة وفترة، ولا لو تركتها فترة طويلة هل ممكن يتسبب بضرر علي؟ تمام، سؤال كويس جدا، لان ده تقريبا اول سؤال بسمعه لما بنيجي نبدا مثلا السيشن بتاع تقنيه التجميل. احنا زي ما اتفقنا هي صحيح مواد انا بستخدمها علشان ارجع الطبيعه اللي حصلت او ان انا احل المشكله اللي موجوده عندي، بس ما بتاثرش بالسلب نهائي على البشره. يعني انا لو استخدمت مثلا البوتوكس الشهر ده وفضل معايا 6 شهور وحصل لي على سبيل المثال ظرف ما قدرتش احقن تاني، هل ان البشره هتتهدل مني او ان هي هتحصل مشكله؟ ابدا، هنرجع لطبيعتنا اللي كنا عليها قبل ما نحقن. وبالتالي فان المواد دي انا عايزه افسر فيها بس ان هي ليست لها اي مشاكل نهائي على البشره، هي كل اللي احنا هنعمله ان احنا لو استمرينا طبعا بيكون النتيجه افضل بكتير. لو انقطعنا لاي ظرف من الظروف لا، بنرجع لطبيعتنا اللي كنا عليها قبل الحقن، ولا بتؤثر بالسلب خالص على تهدل البشره او ظهور اي مشاكل فيها. ممتاز جدا. طيب أبغى أذكر بأرقام التواصل للمستمعين الكرام، هاتف البرنامج هو 011-21-78-585، الرقم الثاني 012-616-1100. رسالتك النصية عن طريق السيسي 85-1040 أو زين 70-13-13 أو موبايلي 66-3-1. طيب الدكتور نبغى نتكلم كذا عن نصائح فيما يتعلق بالتجميل. خلينا كذا نوجه لكل الأشخاص، ليش أنا أحتاج التجميل وإيش حيفيدك التجميل؟ يعني إيش بالضبط حتاخذ فائدة من إجرائك لعمليات التجميل؟ تمام، شوية بقى نصائح كده كويسة عايزاكم تهتموا بيها. رقم واحد وكلمنا فيها وده كان تقريبا محور الحلقة كله، ان احنا زي ما اتكلمنا واتفقنا ان التجميل للطبيعة وليست للمبالغة. رقم اتنين، من فضلكم ما نمشيش وراء الدعاية، وراء السوشيال ميديا، وراء ان مثلا حد قال لي كذا او ان زميلتي اشتغلت عند دكتور فلان. لازم حضرتك تكوني واثقة من الكلام. طبعا الانترنت ما خلناش اي حاجة ما نعرفهاش، لازم نقرأ عن الحاجة اللي انا هروح يعني استخدمها الاول، لازم اخد فكرة عامة عشان اكون عارفة الدنيا هشتغل فيها ازاي.
يبقى رقم 2 المعرفة، والبعد عن السوشيال ميديا، البعد عن الدعاية بشكل مبالغ اللي احنا شايفين فيها. رقم 3 واهم حاجة، لازم تبقي حضرتك عارفة المادة اللي انت بتحقنيها دي، مهمة جدا جدا، ولازم حضرتك تصوريها وتصوري الكود بتاعها علشان يكون معاكي لكذا سبب. اولا لانك انت مضطرة يعني بتحتاجيها بعد كده، تبقي عارفة انت حقنت ايه، حقنت كميات قد ايه. لو حبيتي تحقني في اي مكان تاني بيفضل ان انت تستخدمي نفس المادة اللي انت حقنتيها قبل كده. رقم 4 والمهم، ان انت من فضلك لازم يعني نعمل التعليمات اللي الطبيب بيقولك عليها بعد السيشن، ده مهم جدا تلتزم بيها، لان تقريبا 50% من ظهور النتيجة بتعتمد على حضرتك في البيت، و 50% بتعتمد على الدكتور الموجود معك. طيب كمان دكتور نبغى نتكلم عن موضوع انه انا بشوف شخص في السوشيال ميديا، خلينا نقول انا عجبت بمظهره مثلا او شكله، فابغى نفس الشكل هذا، هل هذا اصلا معقول طبيا؟ لا خالص، وده نفس الفكره اللي كنا بنتكلم فيها. وكنت عايزه برضو انبه على حاجه يا استاذ سعيد، يعني دايما السوشيال ميديا طبعا حضرتك فيها وكل الناس اكيد عارفين الموضوع ده، التصوير بيجي من فيو، يعني ممكن ابين لحضرتك فيو كويس جدا لبشرتي، حتى انا لما كنت بصورها اداري عيوب كتيره جدا موجود في بشرتي، واجي من الناحيه الثانيه اطلع لك الشكل الناحيه الثانيه احسن. فعشان كده انا بقولك ما تعتمدوش على السوشيال ميديا، لان التصوير واللعب في التصوير نفسه في الصور وفي الفيديوهات بيديكي صور وبيديكي شكل غير الحقيقه نهائي، غير الحقيقه تماما. عشان كده بقول لكم بلاش نتفرج على الفيديوهات طول النهار ونتفرج على مش عارفه ايه، وبليز هاتي لي الصوره دي، وبليز هاتي لي الفيو ده، نهائي. من فضلكم دايما نعتمد على الطبيعه، واللي يناسب بشرتك ده اللي هيحدده لك اكيد الطبيب المختص بيكي. جميل جميل. وعلى كثر ما جوني اطباء يعني تجميل الدكتورة دائما بيتكلم بيقول لك انه بيجوا اشخاص يعني بيكونوا سبحان الله جميلين، يعني مش المستوى الطبيعي، لا جميلين فوق المستوى الطبيعي، لكن للاسف وقعوا في هذا المصيدة اللي هو انا ابغى اصير زي فلان عشان هو مشهور، ومثلا هو يمكن اقل منك جمال، وللاسف بيندموا يا استاذ ابي، للاسف بيندموا فعلا. يعني بيبقى يعني هو ما شاء الله بشرتها تمام، ولكن لما بتيجي تعمل الاوفر ده او الزياده ده بترجع تندم تاني على اللي هي عملته. فعشان كده دايما لما الطبيب يقول لك لا يا جماعه من فضلكم، ده اهم حاجه احنا عايزين نطلع فيها من الفقره بتاعتنا تاني النهارده، ان احنا دايما نميل من التجميل من الطبيعه الى المبالغه، نبعد خالص عن فكره المبالغه، دايما نعتمد على راي الطبيب الثقه معاكي وعلى المواد الثقه اللي حضرتك بتستخدميها، وبلاش نبقى زي كوبي وبيست من بعض. جميل. لازم نفرق كمان بين انه في حاجه شديده والله بتاثر علي نفسيا، بتاثر علي امام الناس، بحس انه والله بالاحراج لما بطلع، هذه المشكلة اي نعم انت بتروح وبتاخذ لها علاج تمام. لكن انه في شيء اضافي وكماليات، هذه الامور نحاول نبعد عنها، لانه أكيد. هي اللي للاسف ممكن تؤدي بعد فترات طويلة الى تشوهات في الوجه، زي ما اشوف يعني بعض الصور للاسف انه اشخاص من كثر عمليات التجميل بيسووها بتأثر عليهم. ايوه وامثله كثيره، مثلا ممثلين عالميين يعني بيسووا الاشياء دي عمليات تجميل باستمرار وتنقلب عليهم، ينقلب السحر على الساحر زي ما يقولوا. جميل، الله يعطيك العافية دكتور، يعني حلقة كانت ممتعة جميلة، تحدثنا عن محاور مختلفة فيما يتعلق بجمال البشرة وأحدث التقنيات الخاصة بالتجميل والارتباط خلينا نقول التجميل بالعمر، قلنا طبعا أنه ما له أي علاقة، ممكن تكون صغير في السن تعمل عملية تجميل، أو ممكن تكون كبير في السن وبرضه تعمل عمليات تجميل. وكمان تكلمنا عن موضوع العمليات التجميل وأوقاتها، يعني إذا سويت عملية تجميل الآن وتركتها فترة هل ممكن يضرك، تحدثنا عن كل هذه المحاور. وأكيد اللي ما استمع للحلقة كاملة يقدر يلاقيها موجودة على اليوتيوب، حساب الإذاعة اكتب إذاعة ألف ألف حتشوف جميع حلقات برنامج الطباب موجودة على اليوتيوب. بالأخير أنا أشكرك دكتورة فيان بكر، أخصائية الجلدية والتجميل والليزر، على تواجدك معنا. شكرا لك. أنا بشكركم أكتر، وشكر والتقدير كل المستمعاتنا الكرام والمستمعين طبعا عشان ما يزعلوش ودايما في انتظار أسئلتكم، وشرف لي أن أنا كنت معاكم النهاردة على قناة ألف ألف. أكيد، وإن شاء الله كمان يتكرر لنا اللقاء معك دكتورة وتفيدينا أكثر في موضوع التجميل. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على استماعكم لهذه الحلقة، هذه تحيات طبعا مخرجتنا هالة منصور، وأنا أخوكم سعيد حنتوش من خلف المايك. شوفكم إن شاء الله بكرة، حلقة جديدة، ضيف طبي جديد ومعلومات طبية جديدة. حتى هذاك الوقت اللي نشوفكم فيه، في أمان الله.